هذه القصيدة مهداة من الشاعر عبد الله مرزوق المطيري إلى محمد سعود العوفي. إلى محمد سعود العوفي. يا هجوسي هات الأوزان اكتب ليها سخر القفال اجمع لي حروفي المنفعولة راهية في مساعيها كاسب الطارات في صعب ظروفي الكريم يمناه من جود مسخيها غير اسندها على محمد العوفي. يا هجوسي هات الأوزان وبنيها سخر القفال واجمع لي حروفي. يا هجوسي هات الأوزان وبنيها سخر القفال واجمع لي حروفي. المنفعولة راهية في مساعيها كاسب الطواطف في صعب الظروفي الكريم منه ملجود مصخيها يفعل المعروف ما قال معروفي النامس ربعه بفعله ويحييها وانا ما حسب الا حد كتوفي ما تجي لشايده وابل شم فيها غير اسندها على محمد العوفي. وقفته على الفرج جالي يبديها ما يخيب جديد الزفات والشيلات شيلات الفرن.